بعد اذن حضرتك يا فندم، يا ريت تتدخل وما تقبلش الاستقاله بتاعت طارق بيه. يا فندم هو ان شاء الله كام يوم كده هيهدى ويرتاح ويرجع الشغل تاني. بص يا شريف، الموضوع اكبر مني. اوعى تفتكر اني مبسوط. طارق تلميذي وابني ومن اكفأ الضباط اللي اشتغلوا معايا، بس تهوره في الفتره الاخيره ومشاكله الشخصيه هي اللي اثرت على ادائه ووصلتنا للمشكله اللي احنا فيها. يا فندم طارق بيه عمره ما اثر في شغله، اسالنا انا، احنا كنا شغالين كويس جدا وواصلين لنتائج هايله. يعني المساله كانت كلها ايام وهنقبض على العصابه دي. ادخل. تمام ساعتك يا فندم. تعالى يا مرتضى. اقعد اقعد. معلش بقى ان انا جبتك في الظروف الصعبه دي، بس هنعمل ايه؟ ما بلاد حيله. انا تحت امر سيادتك يا فندم. انا ما اقدرش اتاخر عن الشغل لحظه واحده يا فندم. فامرني سيادتك. معتز، انت وشريف وساره، انتوا التلاته اشتغلتوا في القضيه دي مع طارق وكل خيوطها معاكم، عشان كده عايزكم انتوا التلاته تكملوا بس بقيادتك انت. ولا عايز تضم اي حد الفريق ضم، بس ارجوك بقى، انا زهقت من القضيه دي، خلصني منها اعمل معروف. انا بشكر سيادتك على الثقه الغاليه دي يا فندم، وبوعد سيادتك ان انا هكون عند حسن ظنك، وان احنا ان شاء الله هنقبض على التشكيل العصابي ده في اقرب وقت. وبوعد سيادتك كمان ان التراخي اللي كان حاصل في احد طارق مش هيحصل تاني يا فندم. طب كويس، يلا بقى اتفضلوا انتوا وتبلغني اول باول. تحت امرك يا فندم. شريف، بلغ ساره وحصلوني على مكتبي. بعد اذنك. الملف ده فيه كل العقود المسجله. أنا مش هوصيك يا طارق، عايزك تشيله في حتة أمان قوي. طمن عامر بيه، هيتشاف الحفظ والصون. إيه يا طارق؟ مالك؟ مشاكل في الشغل ولا إيه؟ لا ما خلاص، ارتحنا من الشغل ومشاكله خالص. لا استنى استنى، بالراحة عليا بقى وقول لي مالك في إيه. بقول لك ايه، انت لو عاوز حد تاني يكمل معاك القضيه دي انا ما عنديش مشكله، انا ممكن انسحب، وعلشان اريحك اكتر انا ممكن اخش بنفسي للواء سليمان واكلمه واخلصك بقى من الموضوع ده يا معتز. اولا انا اسمي معتز باشا. اقول يا فندم مير يعني. ثانيا انت مش شغال في طابونا عشان تنسحب او ما تنسحبش، انت في فريق العمل وعلى قوه القضيه وهتنفذ اللي انا امرك بيه. لو عندك أي كلام تاني اكتبه في تقرير وقدمه لرئيسك المباشر اللي هو أنا. شغل الفوضى بتاع زمان خلاص انتهى. الكلام اللي أنا قلته ده موجه ليك يا حضرة الملازم سارة، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. وأنت يا حضرة الضابط الشريف هتكلف بمتابعة المراقبة السرية، وهتقدم تقرير بشكل يومي عن كافة تطوراتها. وأنت يا حضرة الملازم سارة هتشوفي موضوع الكمبيوتر الجديد يمكن يظهر فجأة، ده بشكل مؤقت لغاية ما احط خرطة محكمة تمكننا من تضييق الخناق على أفراد التشكيل العصابي والقبض على كل أفراده. مفهومة يا أساتذة؟ مفهوم يا فندم. مفهوم يا حضرة الضابط شريف؟ مفهوم يا معتز باشا. بعد إذن سيادتك. اتفضلوا.